لا والله يعني انا عن نفسي انا المواضيع. بص، انا اول حاجه في الحديث، في اول ما ابتديت قلت انا ان الزوجه دي عنيده والزوجه دي عنيده، بس ما كملتش الكلام. فكمثال مثلا، جبت امبارح انا بتكلم معاها تمام، لقيتها راحت معليه صوتها عليا، واللي هو الرد الكلمه بالكلمه تمام، سكت ما اتكلمتش تمام، وهي عارفه ان انا مش جعوره، لا ده انا ميكروفونين ودي جي هم معاهم يعني، سماعتين كبار، فلما بزعق بقلب الدنيا، فسكت وما اتكلمتش. فهي صحيت ساعة الفجر عشان نصلي صلاة الفجر، فانت كنت زعلانة ليه بقى؟ فقالت لي لا، اصلا انا كنت تعبانة من مجهود الشغل، وانا كنت بغسل وبتاع والكلام ده كله. قلت لها خلاص مفيش اي حاجة، فانت انا براعي الظروف، ما انت زي ما انت قلت كده، لازم واحد فينا يتنازل، مش هبقى انا يعني هي عيني غاسله وطبخه وبتاكلني ومحميه ابني ومجهزه لي هدومي تمام، وانا اقول لها انت بتعلي صوتك ليه بتاع انت مش عارف ايه، واعمل نفسي ذكر. لا مش في الطريقه دي. اتفضل يا كبير. لا مش من الموضوع. انا تعقيب، انا عندي تعقيب انه هي يعني ما انا ما بعتبر عناد يعني. لا، ناس كتير بيعتبروها عناد يا استاذ اسامه، بيعتبرها ان هي بتعاني. لا هي نقاش، هاي العناد انه اذا انت في يعني اختلفتوا على رايين على نقاش في حاجات زي كده، في حاجات كتير زي كده، اللي هي بتتناقش معاك وتقول لك انا عايزه كذا تمام، بقول لها ده ما ينفعش ما ينفعش، تقول لي لا انا عايزه كذا. اختلاف ابو احمد، اختلاف الزوجين هو قوه علاقه الزوجيه. ما لازم اخده بالضبط، اختلاف الزوجين هو قوة العلاقة، لأنه اختلافهم بعبر عن قوتهم على أساس المبدأ أنه المتبع عندي أنا بحياتي، أنا وزوجتي عكس، يعني هي سالبة موجب، أنا موجب هي سالبة، عكس هكذا، بس دائما نوصل لحل متفقين على واحد، هذا هو أساس العلاقة الزوجية اللي أنا بتبع النظام الفلبيني. بعدين أنا من النوع الدمي بارد جدا جداً، حتى هي لو عصبت هاي انت تنفع في الفلبين، انت تنفع في الفلبين كويس جدا والله. ما عندي مشكلة، بس انا من النوع يعني اذا صبت ما بهدل سهولة، فهي بس وصلت فكرة انه خلص ضلت شعرة وبشعل الفتيل عندي، هي بتنسحب. لانه اذا عصبت انا ما بهدل. أنا بقول لك اختلاف الزوجين بيأثر على هو قوة العلاقة الزوجية، وقوة العلاقة الزوجية تتبع المناقشات على الاتفاق على الرأي حتى لو مختلفين، فلازم يعني واحد يتنازل للشخص الثاني. الزوجة بتتعب بالبيت كمان، هذا حقها إنها يعني ترتاح، مش دائما بيجي على طلبات على طلبات. أنت عم تقول زوجتك كانت معصبة، أنت ما رديت عليها ولا حاولت تناقشها بهذاك اللحظة. لا 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 لا، ولا اتكلمت معاها، حاولت تناقشها بهذاك الوقت بالضبط، وهذا هو الصح. هم من النوع اذا طنشتهم ورجعت لهم بعدين بتلاقيهم. يا باشا انت يا باشا، انا بستعمل التنبؤ، انا بستعمل نظام التنبؤ. نعم. التنبؤ ده معروف، انا بستعمل نظام التنبؤ. التنبؤ اللي هو ايه؟ انت تسكت تمام، ولو هي الشخص الثاني، ما هو ده نظام فلبيني بقى، لو الشخص الثاني زاد فيها تمام، لا انت زود بقى في موضوع التنبؤ ده. يمكن ناس كتير قليلين جدا انهم بيستعملوش، يقول لك ده لدرجه في واحد بيقول لي انا هو ايه التنبؤ ده؟ قلت له ان هو مراتك تعمل 1 2 3 4، قال لي ده انا من ساعه لما اتجوزت مراتي بتعمل كده. قلت له ايوه، انت بقى استعمل معاها النظام ده تمام، تلاقي بقى حاجه تانية خالص تحولت معاك، اللي هو نظام التنبؤ اللي هو التجاهل. انت تتجاهل في كل شيء، تعتبرها ان هي هوا موجود، يعني هوا مش موجود في البيت اساسا، ولا تكلمها ولا طلع. مش دائما هذا الحل الوحيد، لانه عدم المبالاه والتطنيش بفاقم الموضوع لو ما حليته بعد فتره. لا انا اقول لك حاجه، بص اقول لك حاجه عشان بس اوصل لك معلومه. الناس كتير لما ان هم بيتكلموا على موضوع العناد في الزوجه ده، وموضوع التنبؤ ده بالذات، التنبؤ ده اللي هي فن الخصومه، انا عملت عليه كذا حلقه باسم فن الخصومه، اللي هي الزوجه تمام تجهز لك اكلك، تجهز لك شربك، تعمل لك كل حاجه، كل ما هو مسؤول عنه بتعمله، لكن ما تكلمكش ولا تقرب ولا تقول لك انت عملت دي ليه ولا ما عملتهاش ليه. هما بيستعملوا النظام ده تمام. هي لو وصلت لحد ان انت خلاص عاندت معاها وخلاص وقفت على الكلام وتربست دماغك عشان تنفذ اللي انت عايزه،
وهي مش عايزه تمام بتقوم مستعمله معاك نظام الطمبو. كذلك انا نفس القصه، لما بتيجي تعاند معايا وتقف معايا بستعمل نظام الطمبو اللي هو ايه، اكل واشرب واعمل لها اكل واروح اشتري لها خبز وارجع ومش عارف واعمل كل شيء واجيب ميه وكل حاجه كل حاجه وانظف المكان اللي انا قاعد فيه، وممكن كمان اقوم بمهام المهام بتاعتها يعني لو عايز اطبخ انا اطبخ واعمل كل شيء. لكن كلام انتهت، ممكن اقعد على الحكايه ده مثلا ايه 10 ايام 15 يوم لحد لما هي الاقيها تيجي تمام وتعتذر لك وتبوس على راسك كمان وتقول لك انا اسف. ليه؟ لان انت لا التعامل بالطريقه دي لا ضرب بقى ولا معامله انت انا بتجاهلك لان انت اذيتني نفسيا. ده اتعلمته من المرحومه الله يرحمها، هي الطمبو ده اتعلمته من المرحومه. فانت اذيتني نفسيا، فطالما اذيتني نفسيا اقف عند حدك وانا اقف عند حد. بس كمل يا استاذ سامي. بس على فكره بس كلامك صحيح ابو احمد. نعم. هذا هاي فيها هذا بصير هذا الحكي. نعم التامبو ده موجود في في الفلبينيات يعني اساسا. ممكن انت ابو احمد واستاذ اسامه تقع على خبره، على خبرتكم انتم ما شاء الله عندكم خبره بالمواضيع. ممكن انا استاذ شريف لساتنا جداد بالمواضيع، ف يعني لسه ما دخلناش بالمواضيع هاي. لا التامبو ده معروف يا باشا، ده معروف التامبو ده. يمكن لما اروح على الفلبين ابلش موضوع التامبو. لا بس المشكله في ايه، ان العرب ما يعرفوش عنه حاجه. يمكن اول واحد اتكلم على التامبو انا تمام، ما يعرفوش عنه حاجه، ده رقم واحد. اتنين ما بيعرفوش يتعاملوا بيه، ما بيعرفوش يتعاملوا بيه. فانا هو انا ايه اقعد تمام، ممكن بقى ايه مثلا انت ايه هي مراتك معودك مثلا انت اول ما بتيجي تقعد او جاي من بره او جيت من شغل او جيت من اي شيء تمام، تقوم عامله لك كوبايه قهوه، او مثلا بعد لما خلصت حمام تقوم جايبه لك مثلا الفوط بتاعتك والحاجات والهدوم بتاعتك، انت تقوم لغيها. عارف بقى الحاجات اللي هي الهايفه الصغيره دي، انت تقوم لغي الحاجات دي من عليها. يعني انت اللي تقوم تعمل كوبايه قهوه بنفسك. انت لما تيجي تخش الحمام تخش مع فوطك وحاجاتك وهدومك. يعني انت بالنسبه لي لا شيء. دي بتوصل كده في دماغهم. انت بالنسبه لي لا شيء. فانا ممكن اقدر استغنى عنك في اي وقت، بتوصل لها كده المعلومه دي. فهي دي طبعا انت مش قصدك الكلام ده تمام، لكن اللي بيحصل ايه ان هو الدنيا بتتدربك عندهم في دماغهم. هو متجاهلني ليه؟ هم يعرفوا يتعاملوا بيه، يعني التامبو ده هم بيعرفوا يتعاملوا بيه، يعرفوا يتعاملوا بيه كويس جدا، لكن ما بيعرفوش يتقبلوه. بحبوش ده اللي انا عارفه. هم ما يعرفوش ايه، ما بيحبوش حدا يتجاهلهم. الله ينور عليك تمام. لما تيجي تستعمله معاهم يا سنة البيضة اوف، تنقلب الدنيا. يعني ممكن يقعد يستحمل الموضوع ده، ممكن يستحمله 10 ايام باقصى حدود، وبعد كده لازم هيعتذر لك، لازم هيعتذر. ابو احمد موضوع التجاهل كان شغال معي ايام الخطوبة، بعد الخطوبة ما استخدمته فاتوقع